بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا كورس جديد، والكورس دوت ان شاء الله هتكلم عن تطوير تطبيقات الويب اللي هو الويب ديفلوبمنت ابلكيشن. الكورس ده يعني احنا جمعناه الفتره اللي فاتت بناء على طلب الناس كتير قوي، قالوا احنا محتاجين فعلا وبشكل كبير ان احنا ناخد كورس عن الويب يكون سلس وسهل وما يكونش فيه تعقيد يعني وكده، بحيث ان احنا نقدر نفهم بيه الويب ابلكيشنز ممكن تعمل ازاي. احنا قسمنا الكورس ان شاء الله لل للحاجات ديت. القسم الاول هيكون عن ال HTML 5 اللي هو الهايبر تكست مارك اب لانجويج، تمام كده. والقسم الثاني هيكون عن الكاسكيد ستايل شيت اللي هو اللغه بتاعت تجميل وتنسيق ال HTML 5. والجزء اللي بعديه هيتكلم عن الجافا سكريبت، والجافا سكريبت دي عباره عن يعني يعتبر لغه لوحديها من زمان قوي في الويب وهي شغاله، وتعتبر من اشهر اللغات الموجوده برضو في مجال الويب بعد ال HTML 5 و CSS. اللي بعد كده هتكون اداه الجي كويري، والجي كويري عباره عن فريم ورك او فريم ورك مبني على جافا سكريبت نفسه، بيحسن الاداء، بيخليك تعمل حاجه احنا بنسميها دولس جيت مور، تمام كده. يعني المهم ان هو عباره عن اداه بتسهل لك الشغل، بدل ما تبني على جافا سكريبت مباشره هي هتكون فريم ورك مبني بالجافا سكريبت تقدر تشتغل بيه. اللي بعد كده هيكون البوت ستراب، والبوت ستراب عباره عن برضو لايبر كبيره مبني بال HTML وال CSS والجافا سكريبت، بيمكنك ان انت تقدر تنسق الموقع بتاعك بشكل كبير جدا جدا وتخليه ريسبونسيف لمعظم الميديا سواء كان السمارت فون او التابلت او الديسكتوب. المهم ان هي موضوع كامل ولذيذ وكبير يعني كويس يعني، تمام. اللي بعد كده اللي هي لغه البي اتش بي، والبي اتش بي اللي هي الهايبر تكست بروسيسور لانجويج، والبي اتش بي لغه برمجه قويه مبني بيها فريمات ورك على مستوى العالم بشكل كبير، كفايه ان احنا نعرف ان الفيسبوك معمول بالبي اتش بي. اللي بعد كده اللي هي الداتابيز اللي هنشتغل عليها اللي هي الماي سيكويل، طبعا هي مش هتكون الوحيده بس يعني هتكون مقدمه عن الداتابيز، والداتابيز دي عباره عن ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم مبنيه على الاستراكشر كويري لانجويج، وهي دايما بتشتغل مع البي اتش بي بشكل كبير جدا جدا جدا، وفيهم يعني بينهم وبين بعض تنسيق جامد جدا جدا و يعني توافق غير طبيعي. اللي بعد كده الكونتنت مانجمنت سيستم هناخده اللي هو الورد بريس. الورد بريس عباره عن كونتنت مانجمنت سيستم، عباره عن اب جاهز انت بتشتغل بيه عشان تبني بيه الويب سايت اسمه مباشره بدون حتى ما يكون عندك اي خبره، على طول انت ممكن تنزل بي اتش بي على اي سيرفر او على اي لوك على اي هوستنج سيرفيس وتشتغل بيها على طول مباشره، تقدر تعمل بلوجينج، تقدر تعمل بيه اللي انت عاوزه، وممكن تحول وورد بريس عن طريق القوالب لاي موقع انت عاوز. طبعا وورد بريس عباره عن كونتنت مانجمنت سيستم مبني بالبي اتش بي والماي سيكوال. في بعد كده القسم العاشر هيكون عن الاي بي اي سيشال ويدجت، ودي عباره عن ويدجتس معموله بالابلكيشن بروجرامنج انترفيس للسوشيال ميديا، بتقدر تستخدمها مع الويب ابلكيشنز، وتقدر تستخدمها مع الموبايل ابلكيشن، وتقدر تستخدمها مع اي سيرفيس. عباره عن واجهه من الاي بي ايز او الويدجتس انت ممكن تستخدمهم مع الثلاث حاجات دول. عندك برضو جي كويري فور موبايل، والجي كويري فور موبايل عباره برضو عن فريم ورك معمول بالجي كويري، تمام كده. جي كويري موبايل فريم ورك بيمكننا ان احنا نعمل برضو ريسبونسيف ويب سايتس او ابلكيشنز، دي هي بتشتغل على معظم الحاجات الشهيره زي السمارت فون وزي التابلت وزي الديسكتوب. القسم اللي بعد كده او الاخير، هو مش هيكون الاخير يعني، هو بس هيكون لحد كده انت فهمت يعني جزء كبير من الويب، وبعد كده هنطور في حاجات تانية ان شاء الله في جزء تاني مستقل اللي هو جي كويري ويوزر انترفيس. جي كويري يوزر انترفيس دي مكتبه من الجي كويري اساسا بس مخصصه للانترفيسز اللي تعمل بيها بوتونز، تعمل بيها منيوز، تعمل بيها اكورديون منيوز، تعمل بيها حاجات كتيره انتر اكتيفيتي، تمام كده، بس عن طريق الجي كويري يوزر انترفيس، يعني حاجات مخصصه اصلا لواجهه الاستخدام بتاعت الابلكيشن او الويب ابلكيشن. فهو بيقول لك ان الجي كويري يوزر انترفيس از اكيوريت سيت اوف يوزر انترفيس انتر اكشنز افكتس ويدجتس اند سيمز بيلت اون توب اوف جي كويري جافا سكريبت لايبرري. Whether you are building a highly interactive web applications or you just need to add a date picker to a form control,
جي كويري يوزر انترفيس از ذا بيرفكت تشويس. يعني بيقول لك ان انت لو اي حاجه خط تخص اليوزر انترفيس بتاع الويب ابلكيشن انت ممكن تعمله بالجي كويري يوزر انترفيس ويطلع لك بشكل جميل وكويس. يعني دي كانت مقدمه سريعه ان شاء الله عن الكورس بتاعنا في الويب ديفلوبمنت ابلكيشنز او ديفلوبمنت كورس، وان شاء الله نتوفق في ان احنا نأدي زي ما احنا عاوزين. اذا عجبك الفيديو لا تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تبتدي سبسكرايب فيها، واكون لك متشكرين عشان نوصل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.